خلينا ننتقل لحتى هيك نطلع على اوضاع الطقس، كيف راح يكفي المنخفض اليوم بلش، ايمت راح ينتهي؟ راح نحكي اكثر مع المتنبئ الجوي كيناس كيوان. صباح الخير. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. تحياتنا لكم، صباح الخير. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية. بالبداية خلينا نحكي عن هيدا المنخفض، قديش رح يبقى؟ وفعليا يقال انه هو الأكثر برودة بين المنخفضات الأخرى. بالواقع يسعد صباحكم. بداية شهدنا خلال ال 24 ساعة الماضية تأثر المنطقة بامتداد لمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية ذات منشأ قطبي، أكيد أدت لها هطولات مطرية في معظم المناطق وهطولات ثلجية على معظم المرتفعات الجبلية اللي بتزيد عن 1200 متر. طبعا بدأ من ساعة مساء يوم أمس تحولت الأجواء بشكل عام مستقرة مع درجات حرارة متدنية خلال ساعات الليل. طبعا أصدرنا نشرة تحذير فيما يتعلق بتشكل الجليد على معظم المناطق الجبلية وبالإضافة إلى احتمال تشكل الصقيع والضباب الكثيف وخاصة على معظم المناطق الداخلية وبالتحديد المنطقة الوسطى والشمالية الغربية. طبعا فيما يتعلق بالحالة الجوية خلال ال 24 ساعة القادمة، طبعا بدأ من مساء هذا اليوم من المتوقع أن تتأثر المنطقة بامتداد لمنخفض جوي آخر ولكن مصحوب بكتلة هوائية أكثر برودة مما كان عليه خلال اليومين الماضيين. وللتنويه فأن المنخفض الجوي الحالي أقل تبريد مما كان عليه خلال الأسبوع الماضي من حيث انخفاض بدرجات حرارة أو درجة الحرارة المرافقة لهذه الكتلة الهوائية ولو كانت ذات منشأ قطبي. طبعا بالعودة إلى تفاصيل الحالة الجوية أول بأول، من المتوقع لبدأ من ساعات صباح يوم الأربعاء أن تتأثر المنطقة كما ذكرنا بهذا المنخفض الجوي. بداية راح نلاحظ هطولات مطرية غزيرة أحيانا بدءا من المنطقة الساحلية وبشكل تدريجي. أيضا فيما يتعلق بالهطولات الثلجية إن شاء الله راح تكون حاضرة خلال ساعات الظهر وما بعد الظهر وخاصة على المناطق اللي بتزيد عن 1100 متر، وخلال ساعات المساء متوقع أن تصل المناطق اللي بتزيد عن 100 متر وبشكل غير متراكم لبعض الارتفاعات أقل من ذلك وخاصة بالنسبة للمناطق الشمالية والجزيرة. طبعا انخفاض درجات حرارة قطبية راح يكمل معنا خلال هذه الموجة والمتوقع تستمر هذه الموجة الباردة حتى مساء يوم الجمعة ظهر يوم الخميس. متوقع أن تضعف الحالة الجوية أول بأول بشكل تدريجي ولكن خلال ساعات نهار الجمعة متوقع أن تعود الفعالية ولو كانت لساعات قليلة وراح تتركز الفعالية يوم الجمعة على المناطق الجنوبية حيث سنلاحظ هطولات مطرية بالإضافة إلى هطولات ثلجية على معظم المناطق اللي بتزيد عن 1100 متر خاصة يوم الجمعة. طبعا ظهر يوم الخميس وصباح يوم الجمعة الأجواء ستتحول إلى أجواء باردة جدا واحتمال تشكل جليد مستمر على معظم المناطق المرتفعة وأيضا الصقيع على معظم المناطق الداخلية. أما فيما يتعلق بالهطول الثلجي بالنسبة لمدينة دمشق، مساء يوم الأربعاء وصباح يوم الخميس هي أكثر فترة وأفضل فترة ملائمة للهطولات الثلجية. راح تشهد لها إن شاء الله دمشق هطولات ثلجية إن كانت غير متراكمة أو ممزوجة بالمطر، ولكن معظم المناطق المرتفعة حول دمشق راح تكون إن شاء الله مغطاة بالثلوج ومدينة دمشق نرجع من أكيد راح تشهد هطولات ثلجية غير متراكمة أو غير معيقة للحياة اليومية إن شاء الله. نعم، يعني أكيد هيك بدنا نتمنى يا رب يمرق هالمنخفض بخير وسلامة. ولكن قبل ما نختم مع حضرتك خلينا نرجع ونذكر بتشكل الثلوج رح يكون يعني بالأيام الجاية، ولكن أي أكثر مناطق رح تتأثر بتأثر بالثلوج؟ ولحتى يمكن أي حدا حابب يسافر بالطرقات كيف رح تكون كمان؟ الواقع كما ذكرنا بدأ من ساعات الأربعاء صباحا الفعالية عم تتركز بدأ من ساعات فجر يوم الأربعاء أي على المناطق الساحلية وخلال ساعات الظهر وما بعد الظهر رح تشمل باقي المناطق. الهطولات الثلجية بداية كما ذكرنا على المرتفعات الجبلية وخاصة بعد الظهر المساء اللي بتزيد عن 1000 متر تقريبا رح تكون هذه الهطولات على معظم المناطق الجبلية بالتحديد بدأ من مرتفعات سلسلة جبال لبنان إن كان الغربية أو الشرقية وتدريجيا الى مرتفعات المنطقه الجنوبيه ومرتفعات ايضا الجنوبيه الغربيه من مدينه دمشق. وخلال ساعات المساء وفجر الخميس مع تدني مستوى الهطل الثلجي وتعمق الكتله الهوائيه والهواء القطبي اكثر بشكل واضح، من المتوقع ان تشهد معظم المناطق هطولات ثلجيه كما ذكرنا
المناطق اللي بتزيد عن 800 متر وما دون ذلك راح يكون ممزوج غير متراكم وعلى فترات، ولكن المناطق الشماليه والجزيره راح يكون أرضين لها الحصه افضل، ومستوى الثلج راح يكون متدني اكثر من 800 متر تقريبا لحدود ال 700 في تلك المناطق، هطولات ثلجيه وبروده الطبقات المتراقبه مع هذه الكتله الهوائيه من ستستمر وتؤدي الى ازدياد اكثر بين الهطولات الثلجيه ان شاء الله وعلى مراحل. اما بالنسبه لنرجع ناكد للهطولات فراح تكون اكثر عشوائيه واكثر انتشار صباح يوم الخميس، ولكن حتى ساعات ما قبل الظهر راح تضعف بشكل واضح، وان شاء الله مع ساعات يوم الجمعه راح تتجدد على المنطقه الجنوبيه بالتحديد هطولات مطريه، راح تكون اغلبها هطولات ثلجيه نتيجه التبريد الكبير بالطبقات ان شاء الله. أكيد بدنا نشكرك المتنبئ الجو كناز كيوان على هي المعلومات، وبنتمنى هالمنخفض يمر على خير وكل الناس تقدر تدفي حالها، تلتزم يمكن ليوم الجمعة لأنه الأكثر برودة بالبيت. عم نشوف لأنه تأثيرات المنخفض والبرودة كتير عم تلاقي أمراض عم تنتشر بالآونة الأخيرة، فشكرا كتير لك.